لا بلاش النور، بلاش النور الأزرق، افتح النور تاني. دي يا محمد اه خلاص ماشي انا فاكر بس الموضوع السلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أهلا بكم جميعا وأهلا بأستاذ الدكتور إسماعيل رئيس وحدة الجودة والاعتماد بالكلية، وإحنا طبعا بنشكره لأنه يعني this event was done through this the unit، فبنشكر طبعا أستاذنا الحبيب الدكتور إسماعيل. مرحب بالاستاذ عبد الله، اهلا بحضرتك، مرحب بكل دول الاستاذ فؤاد وكل الناس. This workshop ان شاء الله will be a four part workshop. It will be every Sunday from 4. السلام عليكم. اهلا. طبعا مرحب بالاستاذ دكتور غريب زاهر، ربنا يخليك يا استاذ، يعني استاذ واحد اعلام التكنولوجيا في مصر والوطن العربي واللي شرفنا الحقيقه في المغرب، يعني للمنصب الدولي اللي كان ماسكه، وبعد كده رئيسا طبعا لمركز الحساب العلمي، ثم وكيلا للدراسات العليا لشؤون الطلاب في الكليه، وفوق ده وده بقى هو صديق وزميل في المدينه المنوره. شرف لي والله، شرف لي. يعني احنا والله احنا سعداء، مش عارف الواحد يقول ايه بقى قدام الناس الكبار. ربنا يخليك، ده شرف لي. الله يخليك. هو طبعا مقدمه بسيطه ان احنا كنا عملنا قبل كده 2 دايز وركشوب. الوركشوب اللي احنا عملناها دي تختلف في اشياء كتيره جدا عن اللي احنا هنعملها دلوقتي، وتتفق في بعض الاشياء. لأن the first one was about what? How to write a proposal in the first place. No. This time we are concentrating on the thesis. The dissertation and the thesis. وأنا جبت من مكتبتي الخاصة 31 رسالة ماجستير ودكتوراه اللي هي وزعت على حضراتكم دلوقتي عشان تبقى workshop، يعني workshop. عندنا برضه في بعض الهاند اوتس، في بعضها سوفت وبعضها بيبر. خلاص؟ وبعدين ما نسيتش الحقيقه اصور لكم ده دليل الباحث في توثيق البحوث حسب الاي بي اي. خلاص؟ فهو ده بالعربي وسهل وما فيهوش اي مشكله، وجايب امثله يا جماعه، يعني حضراتكم بس هتصوروه ويبقى البحث قدامك تقدر تعمل اللي انت عاوزه. ده حاجه. الحاجه الثانيه، في عملت لكم تشيك ليست فور ريسيرش ثيسيس ديفلوبمنت، هاو تو ديفلوب ا ثيسيس اور ا ديسرتيشن، اند ذيس ار ذا تشيك ليست فور، ذيس از ا تشيك ليست فور ات، اند ذا تشيك ليست ريلي كونسيرنز ذا فورميليشن اوف ذا ريسيرش بروبلم، اند ذيس از وان بارت ذات وي ار جوينج تو توك اباوت توداي، ذن ذا باك جراوند اوف ذا ستادي اند هايبوثيسيز، اند جوز اون تو the design of the study, the review of literature, and the conclusion and the list of references. Here in this checklist, and it is available both in soft and paper, يعني عندي على soft، طبعا ابني الحبيب الأستاذ محمد السوقي يعني قبل كده كان عمل الورشة اللي فاتت وحطها
لينك على اليوتيوب بتاع الجامعه، وعمل كمان بصراحه على حسابه بس لسه ما حسبتوش في الموضوع ده، عمل يعني سي دي هات بكفر وكده حاجه رائعه جدا وبيوزعها فري. فهو ده لما بيشوف اساتذته بيحاولوا يساعدوا يساعدوه يساعدوا زملاء، هو كمان بياخد، وده اللي احنا عايزينه يا جماعه. يعني احنا في اشد الحاجه الى مودرنز، في اشد الحاجه الى قدوه في هذه الايام، الحاجات كلها ملتبسه علينا واحنا عاوزين قدوه نمشي وراها، قدوه حسنه. فاعتقد والله محمد وانتم كلكم يعني ان شاء الله تبقوا قدوه حسنه، واللي بيعطي بيعطي ما مستناش عاوز حاجه من حد. خلاص؟ طيب. فده افيلابل محمد اعتقد هيساعدنا برضه المره دي، ومعانا بقى التكنولوجيا كلها في جمهوريه مصر العربيه، الاستاذ الدكتور غريب زاهر والاستاذ الدكتور اسماعيل، ويعني هيساعدونا في الحاجات دي. بعد كده عندنا كمان basic issues in writing thesis and research questions. This is like a rubric and you are all familiar with rubric. أداة تقييم المتدرجة. كل جزء من أجزاء الرسالة starting from the title, the introduction, formulation of question study or study questions, problems of the problem of the study, design of the study, review of related literature, interpretation of results, references. كل ده في هنا روبريك عشان ده برضو available الحمد لله soft و paper. انا جبتهم بس معايا على اساس ان انتوا يعني لا نتفق نحطه في مكان ونتصور وكلكم تشوفوه يعني كده. اخر حاجه بقى معايا برضو النهارده هو performance evaluation worksheets. طبعا and this is totally different من اللي احنا كنا بنعمله قبل كده. احنا كنا بنعمله قبل كده حضرتك دلوقتي معاك dissertation او معاك thesis. please حافظ عليها جدا لان والله من مكتبتي الخاصه. خلاص؟ حافظ عليها جدا جدا جدا. وبليز هتديها لي تاني، انا نبهت على محمد دسوق ومحمد دسوق ان هما كل واحد يكتب اسمه ورقم التليفون بتاعه عشان يعني لو دول دي ثروه بالنسبه لي. خلاص؟ الثروه دي معاك بقى مش عشان تتفرج عليها ولا حاجه، عشان حاجتين. الحاجه الاولانيه احنا هنتابع منها دلوقتي واحنا لان this is a workshop. خلاص؟ it's not a lecture. والحاجه الثانيه ان انت هتاخد البرفورمانس تشيك ليست دي في البيت وهتقعد تعمل واجب. يعني النهارده ان شاء الله هتكلم على two major points. title, introduction and questions of the study. حضرتك معاك الثيسز. هنطلب دلوقتي من الحاضرين واحنا بنتكلم ان هو حد يقول لنا يقرا لنا من عنده مثلا questions، يقرا لنا التايتل، يقرا لنا الانترودكشن، جزء الانترودكشن عشان نطبق. انما حضرتك في البيت بقى لا. performance evaluation worksheet دي انت هتاخدها وتقعد كده بعد ما نخلص وتقعد تعمل لي criticism للرساله اللي معاك. ليه بقى؟ عشان حضراتكم احنا مش عاوزين عاملينها بس يعني للجوده، لا هي الجوده طبعا على عينينا وراسنا، بس الجوده لتجويد الايه؟ العمليه التعليميه كلها. ويعني وكيل الكليه عشان الطلاب والتعليم موجود معانا. تجويد العمليه التعليميه انه حضرتك انت معظمكم معايا في الكورس او بعضكم بشرف عليه او بعضكم صغير وهكذا، ما حدش فيكم غريب. انا عاوز بعد كده كل واحد يكتب لي اسمه على الورك شيت اللي هيعملها دي ويديها لي تاني مع الرساله في الاخر عشان انا اشوف بقى الفيدباك بتاعنا، احنا في شغل في يعني مردود ولا ما فيش مردود. خلاص؟ ماشي. يبقى على بركه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد فين محمد الصغير؟ تعالى. اسمح لي انا جيت بس سؤال ان انا تحت امر يا بيه يا بيه يا بيه اي شيء يعني انا تحت الامر ازعجك بس انا عاوز يعني لو اتحركت في الكليه تيجي بقى تاخد صوره تتكلم مع المتدربين كده بعد ال نتمنى ده شرف لي عشان كده هم تشرفوا بوجود حضرتك. شرف لي يا استاذنا. ماشي اتفضل اتفضل بقى كده. قلم بريزنتيشن presenting the research problem زي ما انتم شايفين كده يا جماعه قدامكم. اول حاجه اتفضل قلم محمد بسرعه من الاسهم. ايوه يلا بسرعه بسرعه بسرعه
Okay, this is like a general introduction to dissertation writing. أول حاجة, formulating the problem, this is the first part, then reviewing the related literature, developing and utilizing a theoretical framework, then identifying research variables, formulating hypotheses, selecting a research design, specifying the population, operationalizing and measuring the research variables, conducting pilot study and making revisions, selecting the sample, collecting data, organizing data for analysis, analyzing the data, interpreting the results, communicating the findings, Wolfram Brook. Okay, تفضل. احنا بقى ناخد جزء وجزء, مش هناخد دول كلهم, هناخد الميجر بلاكس. يعني النهارده ثلاث حاجات اللي هنتكلم عليهم: تايتل, انتروداكشن, كويستشنز اوف سيستم. Next time, inshallah, hypotheses and how to formulate it, how to evaluate it, and so on. بعديها review of literature. وهكذا ناخدها جزء بجزء. بعديها design. Does now you have a title? Okay. حد لو سمحتوا من الموجودين, مين اللي معاه رسالة؟ كلكم معاكم رسالة دلوقتي؟ ها؟ طيب مين اللي كان بيوزع رسالة؟ محمد لو سمحت. طيب مين اللي معاه رسائل؟ كلكم. طيب اقري لي كده لو سمحت التايتل بتاعك. عاوزين بقى, كنا عاوزين المايك كمان يا موجود سيستر. موجود صح. طيب بس عشان الطالبة خلي مع الطالب. خدي اقري لي التايتل اللي عندك. ايوه عاوزين بقى نسمع كده يا جماعه, كل واحد يشوف التايتل اللي معاه. كل واحد دلوقتي بيبص على التايتل بالرساله اللي معاه لو سمحت. اتفضلي. Teachers' roles in language classrooms as perceived by EFL students, teachers and supervisors. كمان. Teachers' role of in language classrooms. Teachers' roles in language classrooms as perceived by EFL students, teachers and supervisors. الدراسة تدرس ايه؟ descriptive, experimental, quasi experimental, correlational. مين يعرف؟ بصوا كده. Teachers roles as perceived by teachers, students, supervisors. ما قالش علاقة حاجة بحاجة خالص لسه, صح؟ بصوا على التايتل ده. قولي اعمل كده التايتل معاك كده, صح؟ طيب مين اللي معاك؟ طيب يا جماعة كل واحد يبقى معاه رسالة. حد من اللي وراك؟ ايوه اللي وراك على طول, تدي اللي وراك. قولي خدوا بالكم التايتلز دي عشان هنبدا بقى نتكلم. Teaching styles and service and reservice EFL Swedish teacher at intermediate schools. Okay. Teachers styles. Teaching styles of in service and reservice. In service and pre-service. EFL. EFL. Saudi teacher. Saudi teachers. Saudi teacher at intermediate schools. In the intermediate school. يبقى عندنا teachers styles of in service and pre-service. Okay? Pre-service and service teachers in Saudi intermediate schools. درس دي برضه درس ايه؟ طيب حد معاه انتوا عارفين حد معاه حاجه experimental او quasi experimental؟ اتفضل يا حسن. The effectiveness. لحظه بسرعه بقى شويه. The effectiveness of a suggested program based on using oral communicative activities in developing EFL students' speaking proficiency and their aptitude towards it. Excellent. العنوان كده مرة تانية. The effectiveness of a suggested program. Just a minute. Now, it's a suggestedness of? Effectiveness. The effectiveness of? A suggested program. من قبل ما نكمل كده, الدراسة دي ايه؟ quasi experimental. احنا في التربية عامة ما عندناش experimental, pure experimental. ما عندناش حاجة تجريبية قد يكون في التكنولوجيا. انما في المناهج وطرق التدريس صعب جدا ان احنا نضبط جميع المتغيرات البحثية.
صعب جدا. الاكسبيرمنتال دي بتبقى في المعامل، معامل الطب الصيدله بيظبط كل حتى الانترفيننج فاريبلز العوامل الداخليه بيظبطها، انما احنا عندنا صعب شويه. فبناخد كويزار اكسبيرمنتال لو شبه الايه التجريب. يبقى ذا افكتفنس اوف ا بروجرام based on using oral communicative activities yes on in developing EFL students speaking proficiency and their attitude towards it. Very good. How many variables do we have here? Eight variables of the study, يا جماعة. إيه متغيرات الدراسة؟ Dependent اللي هو إيه؟ The suggested program built or based on cognitive activities. Right. Its effectiveness in what? Proficiency. Attitude. Proficiency. Attitude of? Only. One. You know, how many variables? Three. We have how many experimental one. Independent variable? One. And? Two? Three. Dependent. طيب هناخد one more title وخلاص على كده. One more title. حد معاه؟ أنا معاك يا سلام. فين يا جماعة رسائل؟ طب اتفضل. هنسمعك اهو. The effectiveness of a multimedia based program in developing English language listening comprehension skills of secondary stage students. Okay. Again, this is quasi experimental. Because we have a program and would like to measure its effect on listening. And language listening comprehension skills. Okay, thank you. Now, these are the criteria. If you have a title or you are writing a title, then the first one, does the title precisely identify the area of the problem? The area of the problem, most of the time, could be in the first or the independent variable or in the dependent variables. But most of the time on the on the dependent variable. المتغير التابع. لأن احنا هنغير حاجة عشان نأثر في ايه؟ في التابع. خلاص؟ طيب. Does the title precisely identify the area of the problem? What's the area? هنا الarea multimedia and listening. عند حسن كانت ال cognitive activities we reading comprehension. طيب is the title clear؟ يعني انتوا لما شفتوا ال three different titles دول، هل التايتلز دي انت شايف ان هي clear you can understand it ولا فيها jargons كده، فيها رطانة، فيها حاجات انت مش عارفها، فيها acronyms، في بعض الحاجات تقول لك on the ISLD. طيب what's ISLD if it's not in the title I can't recognize. Is the title clear? Concise. بيقولوا ان التايتل shouldn't exceed 19 words. Should not exceed 19 words. في بعض الأحيان أنا بشوف بعض الرسائل في خاصة في أقسام أصول التربية، وفي بعض الأحيان في علم النفس الموضوع كبير جدا، يعني أنت التايتل very long. ف lengthy title makes the title unclear. احنا عندنا في التايتل ركز حاجات معروفة. عندك independent variable two or one or three dependent variables or عندك two independent variables and one or more dependent variable. معظم الأحيان بناخد حاجة اسمها effective factor أو effective variable. معظم الأحيان يعني حد بيرى احنا عندنا معظم في كثير من الرسائل انت بتاخد ال independent variable. اهلا بك دكتور احمد، اهلا وسهلا. احنا الطلبه والحضور كلها بيرحبوا بالاستاذ الدكتور احمد منور، استاذ تعليم الرياضيات، وهو جاي يعني عشان يعني ايه يعني يتعلم يسعد بيكم ويعلمنا بعض الحاجات من المداخلات ان شاء الله. ففي بعض الاحيان احنا بناخد ال independent variables ونيجي على الديبندنت فاريبلز وناخد مثلا ايه ان اتيتيود.
سيلف استيم، سيلف افيكاسي، موتيفيشن وهكذا. انكزايتي اند سو. طيب اذا تايب كلير كونسايز فري فروم جارجن. انا جارجن دي رتانه في اللغه. يعني مثلا انا كنت في التمريض، معلش بقى الدكتور غريب مش الحمد لله مش هيقول لي حاجه لان زوجته مصريه عميده الكليه، وبالمناسبه خلصنا خلصت المحاضره بتاعتي ولقيت استاذ الدكتور جمال شيحه على رساله وناس بتناقش وحاجات عن الفيروس سي، فقلت اطفي العنوان انجلش. اللي هم على فكره كليات التمريض من اكتر الناس الممتازين في اللغه الانجليزيه لانه يعني بياخدوا كل حاجاتهم باللغه الانجليزيه. بس التايتل ده اللي لفت نظري فيه كلينجوست ان هو يعني ميجرين ذا اتيتيود، اسمه كده ذا اتيتيود براكتس اند ذا نوليدج تورتس فيروس سي انفكشن. شوف كده ايه اللي عمل مشكله في العنوان ده؟ اقوله تاني two affective factors. ايه كمان؟ يعني شوف تاني الفريزيولوجي بتاعت التايتل. attitude practice and knowledge of towards virus C infection towards. احنا عندنا كلمة واحدة بس بتمشي مع towards في العنوان ده اللي هي ايه؟ attitude. بس انما practice and knowledge it's not towards because this is something right there you can go ahead and measure it. انما towards دي دايما مع الaffective variables. فكان طبعا وفي العنوان وكانت واضحة جدا يعني. فده برضو من الحاجات اللي احنا بنقول عليها رطانة. رطانة يعني ايه؟ يعني انت بتتكلم حلو وكل حاجة بس ايه في بعض الحاجات كده بتجيب expressions بتجيب كلمات غير واضحة. The title clear, concise, free from jargon and adequately descriptive to permit indexing the study in its proper category. في بعض الأحيان indexing the study دي يعرفها الدكتور اسماعيل كويس جدا، ان انت لما بنيت نحط بقى الكلام ده على الكمبيوتر على database if you have clear, concise and to the point title اي حد بيشتغل في الاريا بتاعتك بس يكتب يشور على الاريا يلاقي العنوان بتاعك طالع. انما لو it has some vagueness in it مش هينفع، هتيجي تبص بقى ايه ما بيطلعش، وده مش مطلوب لان يعني database بيتعمل عشان يساعدنا كلنا. طيب does the title identify the key variables؟ مهم جدا احنا اتكلمنا واتكلمنا عن variables وقرينا وشوفنا. Next. بعد كده are unnecessary words. خدوا بالكم يا جماعه، خدوا بالكم بتوع الانجلش بالذات فاهمين الموضوع ده كويس جدا. Are unnecessary words such as a study of, an investigation of, an analysis of. كل دي حاجات اكسترا وكل دي ما ينفعش تتكتب في العنوان. احنا بقى مغرمين في مصر ان احنا نكتب الكلام خلاص. تحليل كذا، دراسه عن كذا، انفستيجيشن. Once you start studying something you are investigating. Once you start investigating you are studying. Once you start solving a problem you have to analyze. فكل الحاجات دي حاجات ايه؟ زايده. هتلاقوا عندكم في الرسائل اللي اديتها لكم في رسائل يوروبيان اند امريكان في المعاد كلها اجنبيه مش من مصر، وبعضها في مصر وبعضها في السعوديه. خلاص؟ شوف كده بقى هتلاقي الحاجات اللي هي فورين صعب جدا ان انت تلاقي ان انفستيجيشن اوف ولا استادي اوف ولا الكلام. Do nouns as opposed to adjective serve the keywords in the title. خد بالك دي كتير جدا ما كناش بناخد بالنا من كده يا جماعه. في العنوان مفيش افعال لان انت بتعمل فاريبل، والفاريبل ده ناون ولا فيرب؟ نعم. بس تو امبروف تو انهانس اوكي خلاص؟ طيب نكست.
Have words been selected that will aid computerized retrieval, as I said? Next. Are the most important words at the beginning? طبعا. المدخل بتاع أهم حاجة في العنوان بتاع الحاجات الكبيرة. أول ما يقول لي a proposed program أو an effective program based on multimedia خلاص. دول الدرب كلمات أو المبان أو المين. The most important thing. In the end result of this effort is to produce a multimedia based program to do so and so. What happened? Just a minute. أنا عاوز لو أي مداخلات أي حاجة بالنسبة لي titles قبل ما ننتقل. هو طبعا أنت حضرتك هتاخد homework وانتوا ماشيين هتاخدوا homework يا إما هحط لكم على الجروبس بتاعتنا. خلاص أنا هحط على الجروبس بتاعتنا اللي هي التشيك ليست التو تشيك ليستس. إنما ده هو ده أنا واخده ده أنا مصوره من الـ conducting education research فمش هعرف احطه على موقع فهنتفق تصوروه فين وتاخدوه. انما الحاجات السوفت كلها هحطها على الجروبس بتاعتنا سواء البروفيشنال دبلوما ولا السبيشال دبلوما. اي حاجه بالنسبه للتايتل يا جماعه قبل ما نتنقل حد في دماغه حاجه احنا هو موجودين ومعانا الاستاذ الدكتور احمد الور ومعانا الاستاذ الدكتور اسماعيل وانا موجود وممكن ان احنا نساعد بعض. خلاص اتفضل يا حسن. The position of independent and dependent variable, does it matter at the start, at the end? هنقول إن the most important words at the beginning of the title. بمعنى إيه اللي بيأثر؟ أنا ما أقدرش على فكرة ما أقدرش أقول إن independent variable is more important than dependent variable. ما اقدرش اقول كده. انما most of the time independent variable is mentioned first but it is not more important. انه انت بتشوف اثر حاجه على حاجه لو احد الحاجتين دول مش موجودين في حاجه. طيب اتفضل نبدا بقى يا جماعه في الانترودكشن وخلينا كده. هو صعب ان انا اقول لك دلوقتي شوف الانترودكشن اللي عندك صعب. اتفضل طيب very good question. هو طبعا the more specific the better but I have just said that it shouldn't exceed 19 words or words in is a word a is a word and is a word ماشي فلا مش وحش ولا حاجة بس ما يزيدش. لو ال variable بتاعنا كبير ال variable ال phraseology أو ال phrasing بتاع ال variable كبيرة هتاخد كلمات كتير يبقى خلاص اما اقول بريب ستيج و او سكند ستيج وادخل جوه اقول فيرست يير سكند يير ثيرد يير وكده مفيش اي مشكله. خلاص انما يعني تراي تو ليميت ات احنا قلنا ايه كونسايز كلير اند انكلوسيف اوف ذا فاريبلز اوف ذا ستادي. Okay, sometimes I resort to write a lot of words in my title, but I should be concise and clear. I can be clear if I wrote many words. And also I want to be short, write in a short form. How can I fix this problem? This is the dilemma. This is the dilemma we're talking about. Your title is not a paragraph, okay? Your title is a phrase or two phrases that illustrate only two or three variables, independent and dependent, and the context. زي ما كان حد بيقول لي دلوقتي prep school ولا secondary school ولا فكرة. مش أكتر من كده. عشان كده ما احناش عاوزين نعمل ايه؟ نمطط. اتفضل. How to write a good introduction. خدوا بالكم في السيمينار دايما تسمعوا الاساتذه ومنهم انا نقول لك introduction is like an inverted pyramid زي الهرم المقلوب. يعني ايه زي الهرم المقلوب؟ يعني you start general and
go down more and more specific until you reach to your point. احنا نتكلم عليه. Your point of the study. كده. For example, if I'm talking about the importance of some teaching strategies in enhancing, for example, writing skills. خلاص؟ أنا عندي إيه؟ عندي teaching strategies وعندي writing skills. بس. يبقى إذا المقدمة هنا necessitates that I talk about writing first, because writing is the discipline. Writing. And the importance of writing and so on. If you are going to use a specific kind of writing, like process writing, reciprocal writing, things like that, then you write one general paragraph on writing as a whole and then on reciprocal writing. And followed by that, same lesson, for example, that writing is important. Nobody can communicate without writing. Knowledge cannot spread without writing. Reciprocal writing is one aspect of writing. Okay? Reciprocal writing can be enhanced through some strategies. Strategies are two types, learning strategies and teaching strategies. In this work, I will be concerned with teaching strategies. Teaching strategies are many. Some of the most important strategy or teaching strategies are the current study. خدنا ده في الكلام ده. هو بيقول ideally three paragraphs. إنما إحنا بنحب نتكلم كتير. ف even if six paragraphs it's no problem. إنما هتشوفوا عنده ناس كتب ال introduction in chapter one كبيرة جدا 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 وحاطين فيها review of literature وهكذا. This is not correct. وزي ما الدكتور استاذ الدكتور عادل امبارح بعضكم حضرتم على فكره احنا عاملين يعني اكتيفيتيز كبيره. الدكتور عادل كان بيتكلم على حكايه التوثيق. انا نفسي تاخدوا المحاضره بتاعت امبارح ان هي كانت كيف توثق اكثر منها بلاجيريزم. بس لان يعني it's a fine line between being plagiarized and being a good documentary. هو كل اللي قاله دكتور عادل ان لازم ان احنا بناخد حاجه من حد نذكر الحد ده. Good. نيجي في الريفيو اوف ليترشر كنا بناخد كلنا قطعة بيست فلان قال وناخد الامس التراكت بتاع فلان وايه ونحطه. دلوقتي قال لك لا عشان هو هيدخلوا الكلام ده في السيستم بتاع اللي هم عاملينه ومسمينه الانتحال العلمي. مش السرقات العلمية، حلوة الامتحان العلمي اساسا، أول مرة أسمع الترجمة الجميلة. بيحطوا السوفت والسوفت بيطلع لهم، أنا شرحت امبارح للناس اللي كانت قاعدة هنا، إن السوفت على طول بيقول لك الحاجات الحمراء ده هي دي من المكان الفلاني ودي من المكان الفلاني ودي من المكان الفلاني ودي بتاعت فلان سنة كذا وكذا. خلاص؟ بس. طيب، أنا أعمل إيه عشان ما يقوليش دي من فلان وفلان؟ دكتور عادل قال كلمة كويسة أوي امبارح، قال بص على الباراجراف كده أو الدراسة وشوف الهدف والريزلتس والانسترومنتس وحطها على جنب واكتبهم بقى أنت بإيه؟ بطريقتك. عمري ما يطلع إن أنت بلاجيريزم لأي حاجة. فهي يا جماعة ما تخافوش يعني بليز أهم حاجة ما تخافوش يعني اتفضل. دي مش ممكن تسمى بارافريز وتبقى هو ماشي. هو بارافريزي برضو مش حكاية ان انا بشيل فيرب واحط فيرب او ناون واحط ناون، لا. بارافريزنج اوف ذا ايديا. الفكرة انا بكتبها اسلوبي. ممكن يبقى الاسلوب والله احنا كنا يعني عشان اطمنكم يعني كنا مش في جامعة طايرة في المدينة المنورة وطالبات سعوديات وكانوا خايفين برضو كده ما فيش ترم واحد خلاص انتهت المشكلة اساسا من دماغهم لان اتعودوا عليها. المشرف بتاعك مش هيسيبك ولا المشرفه بتاعتك هتسيبك، انت طبعا هتكتب وهتقدم وهو هيبدا بقى يقرا ويعني يعمل تصفيحات. طيب هذا الانترودكشن يا جماعه، هنتكلم بقى عن الانترودكشن دلوقتي بشيء بسيط جدا من التفصيل. اتفضل يا دكتور. اتفضل يا محمد. اول حاجه demonstrate the point of the study. يعني انت مش هتقعد بقى تعيد وتزيد. احنا قلنا امبارح ايه؟ ان حكايه البلاجيريزم دي هتخلي
حجم الرسالة قليل. ليه؟ لأن تكتباتك أنت تتبعها في الأول كنت بتاخد وتحط cut and paste خلاص، أكتر عندي 10 20 30 صفحة دراسات صدفة. لا دلوقتي لا، تنتقل the most related study to your present study and then you rephrase it and use it. Then it won't be more than 120, 150 and so on. That including the appendices. So, demonstrate the point of the study, omit technical jargons and products, know who you are writing for. خد بالك. بعض الأحيان تبص، واحد يقول لك إيه؟ بيشتغل على reading comprehension. يجي بقى يعرف لي إيه؟ What's reading? Definition of reading. Definition of reading comprehension. You are writing to who? Professionals. The ones who are reading your work are professionals. زيك بالظبط. طلبة علم. They know exactly what's reading. And they know what's reading comprehension. Only on your operational definition that you start writing. ليه؟ لما أقول reading comprehension as a hope. طفلين كذا. In my study, لأن reading comprehension دي كتير جدا. Skills و soft skills كتيرة. إنما in my study I'm going to focus myself to 3-4 studies. هم دول بقى اللي هو إيه؟ هنكتبه. خلاص؟ ما نقعدش بقى فلان قال وفلان عاد وفلان قال وفلان عاد. الحاجات اللي هي your reader knows it, you don't write it. خلاص برضو ده إيه؟ اتشال. شوف إزاي إحنا عاملين resizing دلوقتي الإيه؟ ده الرسالة نفسها. Lead the reader on a journey. 3-6 paragraphs. فضل. How can I know? How can I know this study is important or not important for the reader? How can I know it? Okay. إحنا بنتكلم هو اسمه إيه يا جماعة؟ Review of literature and data. Related. خلاص انا واحد بتكلم على الليرنينج ستايل، يبقى الريليتد ستايلز عندي كلها ستايل. بس اللي بيقرا لي ده انترستد ان ذا ستايل ولا لا؟ طبعا هي از انترستد ان اني ثينج ان ذا فيلد اوف تيتشينج انجلش ذا فور. خلاص ان ذا فيلد. ف ده الكلام. انما في بعض الحاجات بنشوف الواحد بيخرج من يخرج من الرسالة ويقعد يكتب حاجات فلسفية very philosophical ملهاش أي لازمة في اللي احنا يعني مثلا خلينا على الستايلز. يقول لك theory of the style ماشي، وبعدين different views on the style. Styles used by students at various levels. كله ماشي. طيب philosophy of using styles. لا هي History of style برضو لا. كلكم بتكتبوا على كده وهتشوفوا عندكم. لا احنا عاوزين زي ما قلنا concise clear to the point. والكلمه دي قلتها اكتر من مره، كان اساتذتنا في والدكتور احمد عارف برضو الكلام ده في جورج واشنطن يونيفرستي. يقول لك في الدكتوراه اول فيرجن خدتها قد كده. احطوا بقى شايف بقى الرساله بقى مبسوط جدا. I got sad. What are my thesis? And all this? Oh, yes. ما شافهاش. ما عطاها لي تاني. وقال لي يعني حاجة محفورة في ذهن الغير دلوقتي. قال لي if you can't express yourself in 100 pages, you have a problem. عندك مشكلة. الناس مش فاضية. هو الناس فاضية تقعد تقرا الكلام ده كله؟ لا. فإحنا خلونا على الموست امبورتنت. هنقول أنا I have a problem هناك، لو كتبت 100 صفحة خليني أكتب هنا 200. مش مشكلة. طيب. Lead the reader on a journey. شوف بقى ماشية إزاي الجيرني حضراتكم. Broad introduction. الأول. طيب prior research مين ومين قال؟ لما قلت ايه مهم اهميه الكتابه فلان قال وفلان عام. بس لما اجي اكتب فلان قال وفلان عام ما اجيبش دراسات
لا ده بين قوسين كده ان اما حد يقول لي ان without writing knowledge can spread whether online or in print خلاص دي المعلومة الكبيرة. بين قوسين واحد واثنين وثلاثة تقريبا اشتركوا في دي. مفيش اي داعي ان انا اخد الواحد واثنين وثلاثة واقول ده دراسته كان قالت كذا ودوت. لا الكلام ده بقى ايه ليتر اون لو انا بعمل ريفيو اوف ليترشر وداخل في ثيوريتيكال باك جراوند. ده الانترودكشن بتاعت الرساله الاولانيه خالص. يبقى البروت برايمري ريسيرش اند ايه واتس ميسنج على طول انا رسالتي عن ايه اكسبرت يس محمد رايتنج ذا ستيتمنت اوف ذا بروبلم. خلاص لو سمحتم نرجع لكم بقى تاني كل واحد يجيب بقى problem of the study الدراسة اللي معاها بسرعة كده عشان عاوزين نسمع problems عاوزين نسمع problems عاوزين نسمع problems problem دايما في chapter 1 chapter 1 بيتي كل حاجة عن الرسالة ولذلك انا بنصحكم جميعا بدل ما تقعد شايل الرساله رايح جاي ان تروح تشابتر 1 تصوره وتخليه معاك وتسلم الرساله. جبت المشكله لسه خلاص خلي الرساله معاك. طيب هنشوف بقى الدراسه بعنوان ايه وازاي هو عمل ستيتمنت اوف ذا بروبلم. The effectiveness of a problem based on language learning strategies and developing language skills of English major at the New Valley Faculty of Communication. دي معمولة في الوقت الجديد. طيب تاني يا محمد لو سمحت التايتل براحة. قول بقى في التايتل كان ايه وازاي هو عمل statement of the problem. The effectiveness of a problem based on language learning strategies and developing language skills of English majors at the New Valley Faculty of Communication. This study attempted to conduct a program based on some of language learning strategies that develop language skills of second year English majors for basic education at the New Valley Faculty of Education. Thank you. Very good. هو شفتوا بقى اللينك يا جماعه مين عنوان الرساله تايتل والبروبلم شوف تايتل ذا افكتيفنس اوف ا بروجرام بيست اون وات لانجويج ليرنينج ستراتيجيز طيب تو ديفلوب وات ان ديفلوبينج لانجويج سكيلز اوف انجلش ميجرز ات ذا نيو فالي فاكولتي اوف ادكيشن جميل جدا شوف بقى عامل الفرق ازاي اند ذيس ستادي اتمبتد خد بالك كل يعني كل ما نتكلم على statement of the problem خد في بالك purpose of the study. This study attempt to conduct a program based on some of the language learning strategies that develop language skills of second year English majors of basic education at the New Valley Faculty of Education. Thank you. طيب عاوزين يا جماعة حد مشكلة تانية؟ هنشوف برضو العنوان عشان to establish the link بين العنوان لان العنوان فيه variables وبين ازاي how to state the problem احنا بس عشان دلوقتي مع بعض انا بعد كده الرسالة هتبقى معاك وانت هتقعد كده وتدرسها كويس تفضل. The effectiveness of suggested problem based on using oral communicator activities in developing EFL studies, speaking, professional, and their attitude towards it. جميل. Good idea. انت كتبت اسمك ورقم تليفونك؟ طيب ده طيب قولي بقى كده البروبلم. In the light of the review of the related literature, the researchers experience in teaching EFL and as a result of the researcher discussion with his colleague about their students' problem. The problem of the present study can be described as بس انا عاوز كلنا بقى اما نيجي نقرا البروبلم نبدا من دي
يعني ما نجيبش الباجه على طول. What's the problem? The problem of feminism to study can be described as respond to the fact that the third grade EFL academic institute students have many speaking problems in using the right expressions, purity and feelings. طيب ممتاز. حد تاني يا جماعه يحب يقول البروبلم؟ اتفضلي جنب المايك قولوا لنا. بس بصراحه اقروا بوضوح شويه وعلى مهلكم العنوان والبروبلم. The effectiveness of elder Silverman model-based teaching strategies in learning EFL vocabulary and reading text among the Institute of Efficient Productivity students. ممتاز. ده كان عنوان. Statement of the problem. The problem of the study can be stated as follows. The Institute of Efficient Productivity students. Efficient Productivity ده اللي هو معهد الكفاءة التجارية. Commercial branch. Face a problem in learning and understanding the ESP vocabulary and commercial texts. ممتاز. Thank you very much. طيب لو سمحت بقى اطفي المايك اللي معاكي. Okay. Now writing the statement of the problem. هنتكلم اهو. ايه هي الـ statement of the problem? It's a specific, definitive statement that specifies the question or issue to be investigated. I'd like to specify what am I going to do? What am I going to investigate? Yes. بسيطة وتو ذا بوينت. Again, specific, definitive statement that specifies the question of or issue to be investigated in research study. شوفوا أنا لما اخدت دي عملت ايه؟ جبت المصدر بتاعها. وده اللي بقى مطلوب بقى في الحاجات الايه؟ طيب. The problem statement should be single sentence. Single. واحدة بس جملة. Single sentence that describes the problem. طيب. ما تتنقلش بقى للشرح التاني يا محمد. Problem of the study can be described in a sentence or in a what? Huh? Huh? Question. Yes. يبقى أنا عندي ممكن تبقى statement لما أقول مثلا على سبيل المثال لما أقول students in the kindergarten have difficulty with writing. The statement. Okay. The problem of this study can be identified or can be stated in the following question. What are the difficulties facing kindergarten students in writing? You know, this is acceptable and this is acceptable now. Does the statement contain the previous studies? A good question. ماشي. ما هتشوف الرسائل اللي معاكم دي فيها ضرر وفيها بلاوي. يعني حد بتقول لك مثلا هل اما اجي اعمل statement of the problem اعمل review of literature فيها؟ اعمل previous studies فيها؟ اعمل ولا ما اعملش؟ لا في الستيتمنت نفسها ما اعملش اي حاجه. لو انا بتكلم على باك جراوند اوف ذا ستادي ممكن. لو خلفيه الايه؟ الدراسه. ده في ناس عملوا قبلي كذا وعملوا قبلي كذا وبتاع. انما statement of the problem is called statement of the problem. بتقول لي عندي اهو هتشوفه. امال احنا عاملين ده ليه؟ ده مهم جدا performance evaluation checklist دي او ورك شيتس. كل ورك شيت هتمسك لك هتفصص لك الرساله. وده على فكره كويس جدا للناس اللي لسه اللي اخذوا او اللي لسه هياخدوا السيمينار. الكورس بتاع السيمينار اللي احنا بنعمله هنا هو قاعده البحث. اللي لسه هياخد قاعده البحث يعني تقريبا احنا بنعمل له بروفا على كل اللي هياخده او هيبقى قاعد ان شاء الله ومبسوط جدا بقى من الايه من الكورس مش هيتعب فيه. نعم. هو ليه الرساله فيها مشاكل؟ انا بشرف عليها دكتور. جاوب يا دكتور. والله هو سؤال محرج. ازاي الرساله يبقى فيها مشاكل
وعليها استاذ كبير او اثنين كبار. ازاي؟ طيب خد بالكم بس عشان خاطري اللي معاه موبايل بليز يعني تيرن ات اوف ولا سايلنت، لان انا حتى سبت الموبايل بتاعي كله في المكتب. خدوا بالكم رسالتي بتاعت مين؟ We as doctors or professors, we don't interfere so much to curtail the freedom of the researcher to express himself and to point his own point of view. Because if we did, then it would be our study, not his. خلاص الرسالة بقى تبقى دي بتاعت الدكتور فلان فلان. لا. في مساحة كبيرة جدا ممنوحة للطالب ان هو يحاول ويغلط ويقول لا هي دي وجهة نظري، طب انا عاوز اعمل كده. نو بروبلم اعمل. هذا واحد. This is number one. Number two, if that the professor really cannot read every word honestly. لو انا بتكلم عن نفسي. انا I can't read every single word in your research. Why? يعني اقدر اقول ان اللحظه اللي انا فيها دي انا والحمد لله يعني ما شاء الله معايا 26 باحث وباحثه. خلاص؟ دول بتوع كليه التربيه المنصوره. ما بالك بقى على دمياط ومعهد الدراسات التربويه واسيوط والوادي الجديد. خلاص؟ ف this is too much work ما بيحصلش في اي بلد في العالم. ابدا. انت معاك اربع خمس طلبه بتطلعهم زي الفل. انما ذات ميني بيبل اقرا ايه ولا ايه ولا ايه. وبعدين اخر يقول لك الدكتور عادي بيتنرفز. بيتنرفز يا بيه. هو اي حد في مكانك لازم يتنرفز. ليه؟ لانه الغير على الطالب والغير على البحث العلمي والغير على اسمك والغير على الكليه والجامعه والجوده كل ده في دماغك عاوز يعني كل حاجه تعملها صح بس مش قادر. لان اللود كبير. خلاص؟ Have I answered your question? جميل. Now, problem statement خلاص؟ The problem statement should be a single sentence that describes a problem. ايه تاني يا محمد؟ A very شو بقى؟ Very specific. دايما يا جماعه احنا ما بنعملش كده بقى. انت عشان حضرتك تقول جمله مفيده لازم تكتب لي خمس جمل غير مفيده. A very specific statement which clearly identifies the problem being studied will usually identify the key variables. زي العنوان، شوف انا كنت بقول اقرا العنوان واقرا البروبلم ليه؟ لان هم اللينك بينهم. لازم statement of the problem توريني الايه؟ الفاريبلز، والفاريبلز دي موجوده فين؟ في العنوان. اذا will usually identify the key variables as well as give some information about the scope of the study. هنا بقى الايه؟ زميلتنا او بنتنا او اختنا اللي كانت بتسال احط بريب سكول واحط مش عارف ايه؟ جوه بقى في الستيتمنت اوف بروبلم لازم اشوف السكوب بتاعي. هو على انهي سبيسيفيك طلبه بالظبط؟ سبيسيفيك ستودنتس او سبيسيفيك topic. دي اوكي. Maybe in either question or declarative form. ده اللي احنا بنتكلم عليه. ممكن احطها في سؤال وممكن احطها ايه؟ في ستاندرد. طيب هل في دراسات من غير مشاكل؟ يعني انا ما عنديش مشكله بس عاوز اعمل دراسه. ثينك كده. انا عاوز ثينك. ممكن اعمل دراسه من غير مشكله؟ خالص؟ ممكن او ديفلوبمنت الحاجة ممكن او دراسه مقارنه. طيب ماشي يا جماعه. الحقيقه ان احنا عندنا تو تايبس اوف ريسيرش. خدوا بالكم من الموضوع ده كويس جدا. عندنا حاجه اسمها افلوينت ايكونوميز ريسيرش، يعني الاقتصاديات اللي عندها وفره. In these economies, we find that they make futuristic based research. هو عارف اللي موجود دلوقتي وما عندوش مشكلة فيه، بس بيقول لك الله
طب اللي موجود دلوقتي بيقول لغايه كذا يعني تو ذيس مانيت بيقول كذا. طب افرض انا غيرت في السيستم ده وعملت كذا، يبقى هو دلوقتي ايه؟ ليدنج ذا رياليتيز، هي از ليدنج ذا فيلد اتسلف. اه من غير مشكله يعني، لانه عاوز زي ما حضرتكم تفضلتم عاوز يطور، عاوز يشوف ريليشن شيبس، عاوز يشوف فعلا. الجروينج ايكونوميز زينا عندنا ايه؟ عندنا يعني اقتصاد بالندره rarity، عندنا lots of problems we need solutions، فبنبدا دايما بالايه؟ بالبروبلم. لازم عندي مشكله احلها، ما انا مش هقعد يعني اعمل فيوتشرستك ستاديز ولا الواقع عندي ما فيش. لازم الاول ابدا من البيسكس. may include internet inherent sub problems if a problem. لو انا بعمل المشكله نفسها ممكن في داخل المشكله يكون مشكله فرعيه. يعني انا بقول على الستايلز وبعدين جيت كده في جزء من المشكله انا عاوز اشوف بقى الايه ذا لينك بين ستايلز اند ستراتيجيز. خلاص، فجزئيه من problem بتعمل لي sub problem. Formulation of problem statement takes place after an initial review of literature. حد يقدر يقول لك كده؟ ولو قدر كده يبقى مشكلة. Why? Because sometimes you have the problem. في بنت عندنا إيمان موجودة ولا لا؟ بتاعت الكرياتيف ريدنج مش موجودة النهاردة. إيمان دي بنت مخها حلو صراحة ما شاء الله، بس مشكلتها ان هي بتجيب حاجة يعني عاوز ملهاش دراسات سابقة، حاجة كده يعني مرة قالت لنا انتوا عارفين طبعا في السيمينار لما جابت فلسفة كاملة هي من دماغها. طب يا بنتي كتب؟ لا. طب مراجع سابق؟ لا. هي انا عاوز اعمل كذا، فطبعا كان مش صعب ان احنا نعمل كده. خلاص، فعملت حاجة كريتيف ريدنج، راحت للدكتور عادل اللي هي مفيش كريتيف ريدنج، في كريتيف رايتنج. ماشي، قال لها طيب روح للدكتور علي. زهق مني فجأة لان هي الطالبه بتاعته اساسا مش بتاعتي، بس انا والدكتور علي يعني الحقيقه بنعمل مع بعض ابحاث جميله. فجت الدكتور فاجتني قالت لي كريتيف رايت ريدنج. هو في كريتيف ريدنج؟ قلت لها هات ستاديز، هنا ريفيو اوف ليترشر، هات ستاديز. راحت جابت ستاديز، فور ستاديز، 3 foreign studies and one in each. Excellent. مع ان هيبقى الريفيو اوف ستادي اوف ستاديز بتاعتها او ريفيو اوف ليترشر قليل، انما نو بروبلم. انما ما اقدرش يا جماعه، في كثير جدا مش كثير يعني، في ذا اكسكلوسيف ماجوريتي اوف ستاديز اي كانت كوندكت ا ستادي ويزاوت ا ريفيو اوف ليترشر. لازم ريفيو اوف ليترشر، وهنتكلم عليه بقى بعد ان شاء الله، وهنقول بنعمله ازاي وفائدته ازاي وبنقسمه ازاي والكلام ده، يعني indispensable لا يمكن استغناء عنه. طيب خد بالك، توصيف المشكله هيعرفك تختارها ازاي. خد بالك، criteria for selecting a problem، انا عاوز اختار مشكله. number one interest، you should be interested in it. You should be interested in this field. عملت يا جماعه اللي بيتقال انه بعض الولاد او البنات يروحوا للاستاذ يقول له احنا عاوزين ايه؟ حاجه حلوه زيك كده. موضوع جميل يا دكتور. حاجه تليق بالدكتور علي او الدكتور بدران. لا. حاجه you are interested in. انت اساسا مهتم بيها. خلاص؟ ليه بقى؟ هقول تاني وتالت ورابع. انت مهتم بيها لان البحث العلمي، وانا قلت الكلام ده في اكثر من محاضره، doesn't require intelligence, it requires perseverance. خلاص؟ مش عاوز ذكاء قد ما عاوز مثابره. البحث العلمي فيه احباطات كتيره جدا. اللي يستطيع ان هو cope with these problems and sit
things like that will continue. أنا بقول لكم لا أنا I'm sure of this. عاوز يكون عندك صبر ومثابرة. If it is your choice, if the problem is out of the field of your work, then you love it. خلاص مهما زي ما البنت أبا يقول لها أنا جايب العريس فلان تقول له لا مش عاوزة فلان مش عاوزة فلان وتبقى حد معين تقول له إيه؟ اللي تشوفه خلاص وانس اللي تشوفه ده أنا والله البنت عملت معايا كده اللي تشوفه ده ما بتنفعني أنا دلوقتي خلاص كله بقى مفهوم مفيش شكوى This is your choice. Selecting a problem, selecting a topic is your choice. خلاص؟ زي العريس بالظبط. اصبري. هتبقي very keen about completing. في دافعية. اتفضلي. طيب هو طبعا حضرتك عاوزه تستريحي ومش عاوزه تتعبي نفسك طيب لا هو موجود الدكتور احمد دلوقتي يقول لك كل قسم فيه الخطه بتاعه الخطه الاستراتيجيه للقسم الخطه الاستراتيجيه للقسم بتحدد دومينز كبيره وموجوده على موقع كل قسم تكنولوجيا التعليم عامل والمناهج عامل وعلم النفس عامل بس بتقول لك دومينز وانت يو تشوز ويذين ذيس دومينز مش احنا بنعمل topics وانت يو تشوز ذا topic عمال الريسيرش ازاي ده طيب significance مش بس interested in او interesting for you ولكن significant الموضوع له theoretical value في كتب نظريات اتعملت عليه practical value لما بنطبقه الواقع في نتائج and timeliness timeliness يعني حداثة الوقت الوقت هو موضوع الساعة حد يقول لي موضوع الساعة دكتور في حاجة ممكن أعملها وتبقى قديمة لا في بعض الحاجات ما بتبقاش قديمة خاصة في التدريس استراتيجيات لا يمكن تبقى قديمة المسمى واحد انما الاستراتيجيات هي اللي بتتجدد خلاص يعني كنا زمان بنقول ايه التكرار بيعلم الشطار ريبيتيشن دريل اند براكتس صح كنا بنعمل كده في اللغه الانجليزيه لا دلوقتي في استراتيجيات كتير جدا كوجنيتيف كوجنيتيف وسوشيال واموشنال ماشي يبقى كلمه استراتيجيات ممكن اقعد اعمل عليها ابحاث زي ما انا عاوز اكتيفيتيز انشطه طبعا هو الطالب يتعلم من غير انشطه يمكن انما في كل يوم جديد في نظريه accompanied by a number of activities معايير معايير teacher development هو ما انا عارف بنقول عشان وهكذا ففي حاجات عندنا مش بس كل حاجه جديده نجري وراها وخلاص لا زي ما في ده زي ما احنا دلوقتي ايه بقينا اصحاب التكنولوجيا قوي 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 معظم انا منحاز على فكره التكنولوجيا بعد انا جايب انا سنتين في السنتين دول الحمد لله والشكر لله الاونلاين ريسيرش في اللغه الانجليزيه بالذات تقريبا اكتر من 98% كله دلوقتي بيشتغل يعني على اونلاين على ديفرنت ابلكيشنز اوف ذا كمبيوتر ماي شارك لا برين بيست وهكذا حتى البنت ابتسام فاكرينها اللي كانت بتعمل في السمنار خلاص غيرنا بس الموضوع من ان هو بير تيتشنج او بير تيوترينج هيبقى اونلاين بير تيوترينج وهتبقى بالطريقه دي وكان الحقيقه دي فكره الدكتوره اسماء كانت فكره رائعه هو السمنار حلو في كده ولما بتشوفنا تشوفونا في السمنارات بنتعامل على بعض ونمزح بتاع ده عادي انما يعني لا يفسد للود قضيه كله عشان الطالب كله عشان الطالب قانون الجامعه بيقول ايه؟ قانون الجامعه بيقول انه في طالب الاستاذ المشرف قال موافق يتاخد حط في مجلس القسم يتوافق ويمشي هل في قرار الجامعه سيمينار ما فيش سيمينار؟ انما احنا بنعمل ده عشان نتعلم من بعض. ما هو فوق كل دي علم ايه؟ عليه كل واحد حتى له وجهه نظر وله اكسبيرينس فلما يبقى قاعد 8 9 عندنا في القسم 10 ان شاء الله كل واحد بمدرسه وكل واحد بعلم
ونقعد نتخانق مع بعض علميا وبتاع، كل اللي ده بيصب في الاخر في ايه؟ مصلحه الطالب. مانجابيلتي، لا استنى، مانجابيلتي دي مهمه جدا، لان في بعض الاحيان يو كانت مانج ذا توبك. بعد ما اخترت التوبك وحلو انترستد وريسنت وبراكتيكال وكل كده، I don't have the expertise. I don't have the expertise in this topic. خلاص؟ ولحنا معانا مروة. مروة اختارت، كانت معايا واختارت ان هي تعمل للايه؟ للسبيشال اد ستودنتس. ذوي الاحتياجات الخاصة. قلت خلاص حلو، نختار تبقى دراسة بينية وناخد الاستاذ الدكتور ابراهيم شهير وهو بتاع السم والبكم. مروة مصطفى. قعدنا انا ومروة مصطفى ضيعنا وقتنا حوالي 6-7 شهور. وفي الاخر قلت له روح اعمل بايلوت ستادي، راح تعمل بايلوت ستادي، النتيجه زيرو. مفيش، لان ما عندهمش اي حاجه عن اي حاجه. قالت لا انا ما اقدرش اشتغل مع دول. قلنا خلاص. هنا بقى ايه؟ اكسبرتيز. كان يو دو ات؟ ار يو كواليفايد تو دو ذيس تايب اوف ريسيرش؟ مهم جدا يا جماعه. مش اي حاجه نختارها وخلاص، لا، ار يو كواليفايد فور ات؟ تقدر تعمل هذا النوع من البحوث ولا لا؟ ورجعنا تاني. اخترت موضوع تاني الحمد لله، مش عارف ايه، وماشي. فالعمليه انه لازم يو هاف ذا اكسبرتيز ان ذيس فور ذا انترست ات ليست اند فري فروم بيرسونال بايس. مش عندك بيرسونال بايس، انا مختار الموضوع ده عشان حاجه معينه. انا مختار الموضوع ده عشان انا بشتغل في المدرسه دي. بختار الموضوع ده عشان عندي جروب في السنتر وعاوز اوريهم بقى بتاع. طب هعمل في بعض الناس عندها بتشتغل في سنترز، ده مش عيب ولا حرام، ممتاز. انما تقول لك طب ممكن اخد الدراسه واطبقها على الطلبه بتوع في السنترز. طب ينفع ولا لا؟ يس نو نو يس واي طيب ماشي. ايه تاني؟ ضد ليه؟ دايما هو Number one, and she is doing this, she is paid to do that. خلاص؟ يعني لما تاخد البرنامج بتاعها وتطبقه على الطلب بتاعها، هي بتاخد فلوس على كده من الطلب. فده جزء من شغلها، مش مشكلة. المشكلة بقى الأكبر هنا إنه السامبل بالظبط، السامبل بتاعتي مختلفة في حاجات كثيرة جدا، والجنراليزابيلتي بتاعت الريزلتس هتبقى صعبة. بس طيب، يبقى احنا interest, significance and manageability. نعم؟ لا لا، هو احنا بنتكلم على حاجة تانية. الكورس احنا بنهدف فيه بالنسبة للغة بالذات. الكورس بيبقى حاجة من الاثنين، يا يعني اما هو prescribed زي ما في المدارس بقى فيه كتاب ليه، واحنا دايما بنبقى بيست على حاجات الوزاره. ليه؟ لان زي ما انا قلت دلوقتي احنا عاوزين نطور الحاجات بتاعت الدوله. احنا دلوقتي بنشتغل عشان نبني مصر، فاحنا عاوزين نصلح في حاجات مصر. فده واحد. اما الطالب اللي هو جاي ده موست اوف ذا تايم ما اقدرش اظبط انا الليفل بتاعه، انا عندي ليفلز مختلفه. يعني عندي ولاد كويسين وولاد وحشين قوي وولاد كبار شويه في السن ولاد صغيرين وهكذا. فالعينه دي مش هتديني الادفانتج ان انا ممكن اقول ان الدراسه بتاعتي دي ممكن تتطبق على كذا وكذا وكذا. انا عاوز يبقى فيه ريبركشنز، يبقى فيه اثر امباكت كبير على حاجات مشابهه عشان يبقى الدراسه قيمه. ما احنا بنقول يعني اقل عينه مثلا في الحاجات الدراسات الكويزا اكسبيرمنتال بتعمل على 50 60 كده يعني، انما اقل من كده بتبقى صعب. anyway يلا now the purpose of the study is to investigate. انا بعدلك بقى امثله اهوت، انتوا شفتوا امثله ودي امثله. شوف كده how to state the problem، دي امثله قدام حضرتك اهوت او حضرتك. The purpose of this study is to investigate the effectiveness of a corpus based
program for developing the phraseological competence of Sinai University media students. دي قصة معمولة قال بنت منحة الدكتوراه يمكن من 25 يوم. دي بنت سينوية. Or the purpose of the خد بالكم بقى statement of the problem أعرف منها the variables of the study أعرف منها العينة. شوف هو purpose of this study is to investigate the effectiveness of corpus-based program for what? Developing phraseological competence of whom? Sinai University media students. يعني حتى very focused على media students بس. The purpose of the present study is to examine the effect of using brain-friendly strategies to enhance EFL pre-school students' reading comprehension. ده إحدى طلباتنا. The primary purpose of this study is to test the impact of reciprocal teaching in improving the writing skills of secondary school students and their English language self-efficacy. These are real examples of statement of the problem. Yes? Okay. How to find a good, how to find a research question? اللي هو بقى اللي انتوا كنتوا بتتكلموا عنه من شويه. How to find a point for research. ازاي اقدر احصل على نقطه بحثيه؟ Curiosity, information gaps, دي مهمه جدا. يعني كثير جدا من الدراسات are in this. You are reading and then you say there is a gap here. ما قالش الدراسات اللي انا قريتها في الفيلد ده ما عملتش الحته دي. واحنا عارفين انه العلم كله سلاسل كده في بينها جابس احنا بنحاول نربط ده مع ده مع ده مع ده عشان يبقى في وحده في الاخر دي معرفه معينه تدي قيمه وقوه للمجال ده. ف important gaps information gaps and this is from research from reading. You have to read and read and read. احنا طبعا بعد ما نخلص الدبلومه بنبقى مستعجلين او عاوزين ايه نسجل ونضغط على المشرف ونضغط على نفسنا ونجري وهات حد اقول طب خد مواقع بحثيه طب دور في دي طب اعمل في دي فرانتك. انما ماشي مفيش مشكله احنا لو ما عملناش كده مش هنجيب حاجه. انما we have to read at the same time. مش بس read abstracts abstracts لا لازم to read well about your topic عشان زي ما انت عارف في السيمينار بيسالوا على الكلام ده. Controversy جميله جدا. احنا كنا في ابتسام كنا بنعمل عشان الكونترفيرسي ده اللي هو رساله اتعمل في المنيا او اسيوط ده المنيا والولد خد ست استراتيجيات طبق ست استراتيجيز على elementary school students. ست استراتيجيز دول ما فيش بينهم line of thought ما فيش حاجه تؤدي لحاجه تؤدي لحاجه. فلما طبق الاستراتيجيات وطلع نتائج جت استاذتنا بقى كلنا الاستاذه كوثر قط استاذه كبيره قوي ما شاء الله على ربنا يديها الصحه قالت له هو ايه بيودي على فين؟ لان النتائج فيها كونترفيرسي كبير جدا وفيها حاجات unbelievable يعني انت يو دونت بليف ذا ريسيرشر. جه حد تاني قال لك انا مش هاخد ست استراتيجيات انا هاخد استراتيجيه واحده بير تيوترنج بس. الدكتوره اسمها الف بس ما اعرفش هي في جامعه ايه قالت ان في دراسه معموله كده. كنا احنا قلنا طيب طب ما هو في نشوف الدراسه دي قالت ايه ونشوف الدراسه اللي اخذت سته قالت ايه وندور احنا في الاستراتيجيات دي نشوف في لينك بين انهي استراتيجيات يعني حاجه يكون فيها ايه بيؤدي الى ايه بيؤدي الى ايه ونختار ثلاثه بس منهم في بينهم اللينك دي لوجيكال ونعمل عليها الدراسه. او واحد يطلع دراسه يجي الثاني يعمل ريبليكيشن اوف ذا ستدي. على فكره احنا ما بنقبلش هنا في مصر عمليه ريبليكيشن اوف ذا ستدي مع ان هي علميا جائزه. يعني الجائزه علميا جدا ان حسن يعمل دراسه
على تأثير مثلا طريقة أو استراتيجية ويطلع نتائج، ويجي واحد تاني ياخد نفس الدراسة دي بنفس ما كلها على حاجة مشابهة أو غير مشابهة ويشوف هل النتائج بتاعته دي، خاصة لو النتائج فيها كونتروفيرسي، لو في كونتروفيرسي أعمل ريبليكيشن للستادي دي. أو هو خد الستادي على فيري يعني سمول سكيل، نطاق صغير قوي، عملوا على 30 40 بنت أو ولد. طب ايه رايك لو انا عملتها على 500؟ في بنت في علم النفس ليبيه عامله على 3700 طالب وطالبه. ليه بقى؟ ذكاء من الاستاذ المشرف. الاستاذ المشرف عامل مقياس وعاوز يقنن المقياس، فعشان اقنن المقياس ها لازم. فبتحكي لي وهي بتنقل الداتا اكروس بوردرز، وهي جايبه بقى الحاجات اللي طبقتها من ليبيا، كانوا بيحسبوها حاجات يعني ايه، افتشوا ايه ده كله، ايه الوثائق دي، بيحسبوها حاجات يعني لها قيمه كبيره جدا، وكان مشكله. الدراسات اللي بتعمل يا جماعه على لارج سكيلز دي بتبقى مهمه جدا. باي ذا واي ممكن اعمل جنراليزيشن عليها كتير. فالريبليكيشن هنا هو في عادي، ما فيهوش اي مشكله لما تكون دراسه اتعملت وبنعملها تاني وتالت، ما فيش فيها اي مشكله. انما احنا هنا عندنا تحفظات شويه على حاجه ماشي، يعني كل برضه كلتشر وليها ايه وجهات نظر. لازم اقدر اجيب من الليترشر ريفيو، امال هجيب دراسه منين؟ او من اذر بيبل. زي ما انت تقعد مع استاذ تقول له احنا عدتنا الحاجه دي، واحنا عندنا الحقيقه في البرين بيست استراتيجيز عندنا 14 brain based strategies can develop reading, writing, speaking and listening. اربع اشخاص مختلفين، لان كل واحد واخد مهاره. بس كل مهاره البرين بيست strategies بتاعتها مختلفه عن الايه؟ عن الاخرى. فممكن يبقى موضوع كبير ويتقسم كده. ماشي؟ اتفضل. Types of research questions. Danny, conceptualize that a research study can ask three types of questions. دي من الحاجات اللي احنا قلناها في الورشه الاولانيه، لانه دي اساسيات عندك لما تسال سؤال في الدراسه. يبقى هو احد ثلاث حاجات، يا اما ديسكريبتيف، يا اما ريليشن شيب، يا اما ديفرنس. طيب هذا مثلا الديسكريبتيف. عندنا اصول التربيه مثلا كديسيبلين بيسال كله في الديسكريبتيف، ولذلك بنجد ان هو اقوى اداه عندهم كويستشنير. لما يجي حد من الطلبه بتاعنا يعمل كويستشنير نقول له جريلا، احنا عاوزين سكيلز، عاوزين برامج، عاوزين عاوزين عاوزين. لما يجي يروح عند الدكتور اسماعيل هيقول له ايه القرف ده؟ سكيلز ده بس تشوف لي فيه حاجه، انما تعالى اعمل برنامج، تعالى وريني التكنولوجي دي بيعمل ازاي، تعالى عدل في البرنامج ده عشان تعمل كذا. كل يا جماعه مفيش، العلم ليس فيه تفاضل. يعني مش معنى كده ان وحشين واحنا حلوين ودول احلى، كل العلم واحد، انما كل واحد ليه ادواته. عندنا احنا ديسكريبتيف كويستشن بس. انا وريتكم دلوقتي الدراسه اللي هي بتاعت الستايلز اوف تيتشرز، دي كانت دراسه وصفيه بحته. خلاص؟ وكانت معموله في السعوديه. لو احنا جينا نعملها في مصر هنا صعبة. عملناها في مصر على فكرة، بس اللي خدت الدراسة بنت وافدة. ليه؟ لأن احنا بنقول لا طلبتنا ما يعملوش ايه ده؟ ديسكريبتيف. يا جماعة هو ديسكريبتيف ريسيرش وحش؟ لا انت بتوصف بس حاجة، احنا عاوزين حاجة أكتر. ماشي. نو بروبلم. سيكس تو ديسكرايب ذا فينومينا أور كاركترستكس أوف أ بارتيكولار جروب أوف سبجكتس بينج ستاديد. أنسرز كويستشنز لايك وات إز. انت what is you are seeking an answer الى ماهية الاشياء. ما هو مثلا الاتيتيود بتاع الطلبة عشان كذا، ما هي characteristics of the EFL learners at مثلا secondary school private schools versus governmental schools. What are واحد. ومنها برضو asking questions about the research participants, testing or measuring
their performance, survey research example. And this is an example of descriptive questions. Example قدام حضراتكم هو, what are the attitudes of rural parents toward inclusion of sexuality education in school curriculum? ده من دراسة عالمية. بس شوف الكالتشر, even حتى حد يقول لي معلش ما ده في سنة 94 ممكن الحاجات دلوقتي اختلفت شوية. لما تيجي حضرتك تعمل في موضوع من المواضيع الشائكة دي تلاقي ايه ريزيستنس. ممكن تعمل ده في مصر او في لبنان او في الاردن, بس مش ممكن تعمله في السعودية. اذكر انا كنت كاتب في احد البحوث تنمية قدرات الطلاب على خلق المدرسين على خلق جو ومش عارف ايه. كلمة خلق دي بداية الامر المعروف والنهي عن المنكر هتبعدني عن السعودية. ايه خلق دي؟ هو في الا خالق واحد؟ طبعا الكلام ده ليترال, ما ينفعش ان احنا ناخد بعض عن الحاجات الايه الليترال يعني الحرفيه دي. طيب نيكست, هذا ديسكريبتيف. نيكست ريليشن شيب كويستشنز. انت يو هاف وان فاليبل, عاوز تشوف الريليشن شيب بتاعك. سؤال لكم بقى قبل ما نشوف, هل الريليشن شيب استابليشز كوز اند افكت اور نوت؟ ذا ريليشن شيب يعني انت جيت وقلت علاقة X مع Y, هل ده يعني كان establish a reasoning of causal relationship, علاقة سببية ولا لا؟ مش شرط طبعا, مش شرط. ممكن نلاقي علاقة بين حاجتين انها مش حاجة منهم بتسبب التانية خالص. ممكن اتسبب بس باي تشانس, لانه في الحاجات العلاقيه كنا بندرس ايام زمان اساتذتنا بتوع علم النفس كانوا يقول لنا دكتور سيد قرار ربنا يديله الصحه يقول لك ده انت ممكن دراسات تتعمل بين لون العينين والجو اللي احنا عايشين فيه كده, او مقاس الشوز بتاع حضرتك ودرجه الذكاء باي تشانس كده ان حدث انه جابوا مثلا 500 حد وشافوا الشو سايز من 42 مش عارف 43 قاسوا نسب الذكاء. الله ده في علاقه, بس العلاقه دي لا ممكن تكون اكسيدنتال, بس العلاقه دي بالنسبه لنا احنا اتس نوت مينينجفول, لان مفيش حاجه بتاثر تاثير معروف للناس على حاجه تانية, بتبقى اكسيدنتال. عشان كده حضرتك دلوقتي شوف investigates the degree to which two or more variables associated with each other doesn't establish cause and effect relationship. Does not. Only identifies extent of relationship variables. ال variables البحثية المتغيرات البحثية إلى أي مدى بترتبط. إنما ما بتدينيش إيه؟ cause and effect. ما فيش X بيأثر على Y. هو في بينهم علاقة وخلاص. زي ما تكون علاقة بين أي اثنين. لما يكون أنت لك علاقة بزميلك, هل معنى ده أنتوا بتحبوا بعض؟ قد تكون علاقة دراسة, قد تكون علاقة عمل, قد تكون علاقة مصلحة. فمش حاجة منهم بتسبب إيه؟ التانية أو بتأثر فيه. إنما sometimes لو العلاقة دي deepened ولها جذور وكذا, it can produce an effect. Example, is there an association between self-esteem and the high test scores in EFL among collegiate female students? يعني كلما علي self-esteem كلما على درجات الامتحان؟ لا طبعا, هو self-esteem كويس. انما ايه دخله في علاقات؟ ايه دخله في ان درجة الاختبار تبقى عالية او مش عالية؟ ما انا ممكن يكون self-esteem بتاعي تقدير الذات كويس جدا جدا في المادة, انما انا I don't have enough information, انا I don't like it, I'm not interested in it, انا خايف فيها. فما تعملش هنا برضو في علاقة, بس ما تعملش الايه؟ السبب. اخر نوع من انواع الاسئلة اللي هو difference question. ده بقى من الحاجات اللي احنا بنستخدمها في الرسائل بتاعتنا الكويزاي experimental design والحاجات. Often seeks to make comparisons between or within group of interest. مثلا
often associated with experimental research. مثلا, is there a difference between the control group and the experimental group in da-da-da? في فرق بين experimental والcontrol. هنا سبب, أركز في سبب. ليه؟ لأن انت عامل experiment. ده انت طبقت حاجات وغيرت في treatment, في معالجة. فالمعالجة دي لها أثر ولا لا؟ قد يكون لها أثر وقد لا يكون. طيب, هل يا جماعة لما نقول علاقة significant, significant معنى كده ان أثرها كبير؟ حتى لو على واحد من ألف لازم أقيس إيه؟ حجم الأثر. في الأحصل لازم أقيس حجم الأثر. العلاقة significant, شو؟ مسكوت لازم بعدها أشوف الأثر كبير ولا صغير ولا متوسط. طيب, comparison of one group to another on the basis of existing characteristics. ممكن. Example, does participation, خدوا بالكم ده اللي كنت بتكلم عليه, قلت ابتسام. انا دايما بذكر الباحثين والباحثات عشان بس اوريكم ان ده شغلنا. يعني احنا دلوقتي ديزيس ورك شوب, ده شغلكم, شغلنا. احنا ما بنجيبش حاجه from the middle of nowhere, احنا بنجيب حاجات امثله واقعيه من شغلنا. Does a participation in peer tutoring affect self-esteem of students with low achievement in EFL? على فكرة دراسة جميلة. احنا ما عندناش الدراسة دي بالضبط مع ابتسام, انها هي دراسة حلوة. ينفع ورق الترقية اكتر ما ينفع منها يعني thesis. اديك شايفين peer tutoring doesn't affect self-esteem. عندنا تجربة, لازم اعمل peer tutoring, لازم اجيب ولاد واعمل برنامج واعمل فيه تدريس الاقران. وتدريس الاقران على فكره ده من اهم الاشياء. فينا طبعا مدرسين كتير قاعدين ولهم خبره وبنقدرها وبنحترمها. اي حد من دول ما يقدرش يقول لك ان البير تيوترينج وحش. ده بالعكس, الولد بيتعلم من زميله اكتر من يتعلم مني, لانه طبعا مستواه متقارب, مرتاح له, مش مكسوف منه, مش خايف منه, وهكذا. انما انت بص على السؤال ده, بص عليه حكاية ايه؟ سيلف استيم. ليه سيلف استيم بالذات؟ هل الولد, ما احنا في البير تيوتر عندنا ولد تيوتر والتاني ايه؟ تيوتي. واحد بيدرس والتاني ايه؟ بيسمع, بيدرس. هل اللي بيدرس ده سيلف استيم بتاعه هيقل؟ هل اللي بيدرس سيلف بتاعه هيعلى؟ احنا مول بير تيوتورينج على فكره بيبقى فيه 1 اون 1 وبنعكس. يعني انا طالب الشاطر بدرس زميل الطالب المتوسط او الاقل مني شويه, وهو يدرسني نفس النقطه اللي انا درستها له تاني, to make sure that understood how to teach it to me. Once you teach something, خلاص حد يقدر يدرس حاجه هو مش فاهمها؟ Never. طيب اتفضل خلاص خلصنا الكويشنز, نبدا بقى على التشيك ليست. الكويشن بتاع حضرتك طبعا هنديكم هوم ورك, شوف بقى الكويشن. ان احنا النهارده خدنا تايتل انتدكشن كويشنز, الثلاثه دول هرفع لك, هعمل ابلود للتشيك ليست كرايتيريا, وده هنتفق قبل ما نمشي نحطه فينا حته عشان نبدا. اتفضل حضرتك. اسمح لي حضرتك اساعدك الحكايه دي, ان انا اصحابها اسكنوا اجيبها حضرتك ترفعها ورا. خلاص جميل جدا, بدل ما نصور ونسيبها. خلاص استاذ الدكتور اسماعيل هيساعدنا في الحته دي كويس قوي, هيعمل لنا سكانر واحنا برضو نرفعها على مواقع الايه بتاعتنا على الجروب, او اللي عاوز ياخدها على فلاشه اديها له برضو. وهيساعدنا برضو محمد دسوق, هو الحقيقه يعني. خلاص يا جماعه, هتاخد الحاجات دي وتبدا بقى, هيسالك اسئله محدده على الرساله اللي معاك. الورك شوب دي نص نجاحها على التطبيقات يا جماعه. التطبيقات اللي احنا بنعملها هنا كويسه الحمد لله, انما لا, انا عاوزك انت والرساله, لان عندك وقت كتير وعندك تقرا كتير. احنا هناخد سامبل, لا انت هتقرا, وما تقرا الريفيو في ليترشر في اي رساله من اللي معاك هيقول لك the purpose of that study was so and so, اللي هي برضه problem.
لو جيت في خد بالك البحث العلمي ليه مسالك. لو انت جيت في الليست اوف ريفرنسز وقريت بس التايتلز هتعرف تايتلز كتيره ما شفناها، هتعرف تقول اه التايتل ده كان صح، ده كان فيج شويه، ده كان اكيوريت.